مرجان وده ما وراء الترند. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ما وراء الترند. اخبار وترندات كتير حصلت الاسبوع اللي فات. النهارده هنتكلم عن كل ترند فيهم بالتفصيل وهنعرف كانت ايه حكايته وايه القصه اللي كانت وراه، وهنشوف ايه هي القيمه اللي ممكن نطلع بيها من حلقه النهارده. يلا بينا نبدا حلقتنا. مجموعة بنات بيتنمروا على زميلاتهم في قصة تقدر تسميها تنمر حتى الموت. وعلى ذكر التنمر، البلوجر عمرو راضي بيتنمر هو كمان، بس المرة دي على الملأ. ومصر بتوصل كأس العالم في القمامة. لغة الإشارة رسميا دلوقتي بقت في المدارس، ودرس جديد أحلى من اللي قبله من السير مجدي يعقوب. لأننا موعودين كل كام شهر نصحى على تفاصيل حدوتة سخيفة بتخليك تشوف إن في ناس عايشين وسطنا عادي وهم أصلاً محتاجين إعادة تأهيل في كل حاجة. رودينا عندها 16 سنة وبتدرس في أولى ثانوي، بنت جميلة ورقيقة، بس للأسف زميلتها في الفصل ما كانوش شايفين كده. رودينا متفوقة في دراستها وبتطلع الأولى، وكل الأساتذة بتوعها بيشهدوا بتربيتها وبتفوقها. بنت في حالها وزي النسمة، ومحدش كان بيسمع لها حس، بس ده ما عجبش زميلتها. الموضوع بدأ بغلاسة تعرضت ليها رودينا من شلة من زميلتها في الفصل اللي بدأوا يكتبوا أسماءهم على الكرسي بتاعها وعلى الديسك لمجرد الغلاسة وخلاص. رودينا اعترضت، زودوا الغلاسة شوية، اعترضت أكتر، زودوا الغلاسة أكتر وأكتر، لكن ولأنها مش بتقدر ترد ولا تجاري قلة الأدب سكتت. وصلت لمرحلة العياط وسكتت. هم يسكتوا؟ لا، سمعوها كلام من نوعية ايه ده، هو انت بتحسي؟ انت ازاي مستحملة شكلك ده؟ انت مش شايفة انت عاملة ازاي؟ حتى لما حاولت تلعب معاهم في الفسحة صدوها. ونفس البنت اللي اتنمرت عليها قالت لها انت مش من مستوانا. اليوم قفل قفلة تقيلة نفسيا على رودينا اللي روحت بيتهم وهي منهارة من العياط. والدها حاول يخفف عليها وقال لها ان ده بيحصل بين كل الطلبة وانه هيقدم شكوى لإدارة المدرسة. قفلت على نفسها وما رضيتش تاكل ولا تشرب. اختها سألتها عن سبب عزلتها، قالت لها اللي زميلتها قالوه، وبعد ما حكت لاختها سالتها هو انا فعلا شكلي وحش؟ اختها قالت لها لا طبعا، وهم مش فاهمين حاجه، انت زي القمر. وكلام اسرتها معاها ما كانش كافي، لان سكاكين الكلام اللي سمعتهم البنات كانت قاسيه جدا. بعد كام ساعه وبسبب الحزن والقهره، رودينا وقعت من طولها في البيت وتوفت بازمه قلبيه حاده، وطبعا تقدر تفهم السبب بسهوله. في واحدة من أغرب الحاجات اللي ممكن نشوفها على السوشيال ميديا، البلوجر عمرو راضي بيقرر إنه يعمل خطوبته على الطريقة الشعبي، وكأن الناس الشعبيين دول مش ناس أو أفراحهم عادي ممكن تبقى وسيلة تريقة عشان نجيب ريتش عالي ونتشهر ونكسر الدنيا. عمرو راضي قرر إنه يعمل فرحه في شارع ولبس لبس شعبي هو وعروسته وصحابه، وفضل طول اليوم يتريق على الغلابة في أفراحهم ويقلد حركاتهم كنوع من أنواع الضحك من وجهة نظر. وده طبعا خلق حالة زعل شديدة، لأن كل الناس أكيد اتعاطفت مع الغلابة مش معاه، وكأن الجري ورا الترند والهلس وراه تقريبا خلانا ننسى اننا بني ادمين. اليابان بتستعد لاستضافة كأس العالم لجمع القمامة، ودي مسابقة محلية انطلقت لتشجيع الناس على تنظيف الأماكن العامة في 2008. المسابقة تبدأ في نوفمبر 23 وبيتنافس 20 فريق على اللقب من كل دول العالم عن طريق التقاط أكبر عدد من القمامة من شارع طوكيو في ساعة واحدة. المسابقة عبارة عن 3 لاعبين لكل فريق في 60 دقيقة لجمع القمامة في منطقة معينة، وبيتحدوا في فرز القمامة بشكل صحيح في أكياس النفايات القابلة للحرق والزجاجات البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير والعلب المعدنية، وبيتم وزنها بعد انتهاء الوقت، وبتحصل المجموعة اللي جمعت أكبر عدد من القمامة على كأس أو ميداليات. ومش مسموح للمتسابقين إنهم ياخدوا عناصر من ممتلكات خاصة أو طرق أو خطوط سكك الحديد. وهتشارك مصر في المسابقة إلى جانب دول تانية زي الهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين وغيرهم. الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر انه هيتم تدريس لغة الإشارة في جميع مدارس الجمهورية، وقال ان ده مهم عشان هيساعدنا اننا نفهم ونسمع ابناء الوطن من الصم والبكم. الوزارة عملت نشرة لأكثر الإشارات المستخدمة وهيتم تعميمها على جميع مدارس الجمهورية، وده بهدف رفع الوعي ونشر ثقافة لغة الإشارة. في حوار مهم جدا للدكتور مجدي يعقوب مع الاعلاميه لميس الحديدي، اتكلم الدكتور مجدي يعقوب وفتح قلبه بكلام تقدر تقول عليه منهج او درس مهم لينا ولكل الاجيال اللي اتفرجت على اللقاء. الدكتور مجدي يعقوب قال خلال حواره: خايف اكون مقصر في حق الانسانيه، خايف اكون ما عملتش اللي عليا. تخيل عزيزي المشاهد حد بقيمه الدكتور مجدي يعقوب بيقول على الهوى: خايف اكون قصرت في حق الانسانيه. انسان خدم البشريه بالمعنى الحرفي للكلمه، طلع بيقول كده في حين ان
في ناس تانية محدش يعرفها بتطلع تقول انها عملت اللي ما تعملش. تصريح الدكتور مجدي يعقوب اكيد نال اعجاب ناس كتير على مواقع التواصل الاجتماعي. ناس كتبت وعلقت وشارت صورته بالتصريح وقالوا يا ريت يا دكتور كان في منك كتير. الترند اللي هنطلع بيه من حلقة النهاردة هو للأسف ترند ضد الإنسانية، موضوع قتل بحثاً، بس لسه ما وصلناش فيه الحل ولا لنهاية. رودينا بنت بتموت من الحزن ومن القهرة بعد ما أصحابها قرروا يتريقوا عليها وبيتنمروا عليها بسبب شكلها. تخيل تقول كلمة من بقك فبسببها حد يموت. للأسف الناس ما بقتش فاهمة خطورة الموضوع ولا عارفة عواقبه إيه. لما نوصل إن بنت زي القمر وفي عز شبابها تموت، يبقى إحنا فعلاً لسه ناقصنا حاجات كتير. الكلمة بتقتل والحزن بيقتل. كلمة ممكن تطلعك لفوق كلمة ممكن تجيبك تحت. ربوا عيالكم يا جماعة، لأن قلة الرباية دوبت الفرق بين اللي يصح واللي ما يصحش، خلت التنمر والرزالة وقلة القيمة وقلة الأدب هم أساس التعامل. أطفال كتير مشاعرها اتبدلت من العك اللي تربوا عليه. للأسف الناس بتعرف تخلف وبتنسى تربي، ما بيبقوش عارفين إن عيالهم دول هيبقوا خطر بيهدد البشرية. رسالة لأي شخص بيتعرض للتنمر: اوعى تسكت، اوعى تسيب حقك، اوعى تخاف، انت أحسن منهم بكتير، انت في ناس كتير قوي بتحبك، ربنا نفسه بيحبك وبيقولك يا بختك.